يعني هو انا عبيط؟ قال له لا انت مش وش ذلك. هات الورقه. هذه النماذج يا اخوانا والله حكم دوار ومين ده الدوري المصري ده الرياضه في مصر وكره القدم تحديدا في الشناقيط. هم دول بقى ايه اللي سال على بعضهم كده سال على العبيط قول له يا لك من شنقيط. شنقيط دي قالها عبد المنعم ابراهيم واخد بالك قالها له يعني والتاني يقول له شنقيط يعني ايه هو يعني حاجه كده. كابتن زايد كابتن زايد عبد الحفيظ ابراهيم ازيك مساء الشنقيط ازيك اخبارك ايه انت انا بتاعك ناسي كتير ليه يا له من شنقيط احنا قلنا بقى نخفف عن الناس شويه. بص هو باش كاتب على باش كاتب بس انا نماذج بس اعلامي مع اعلامي ممكن يستضاف فاهلا بيك. انا كابتن عادل كان دايما عندنا الربط ده الحقيقه يمكن الافلام العربيه القديمه تحديدا يعني يمكن الافلام الجديده طبعا كويسه وفكر فيها حاجات قدروا لكن الافلام المصريه القديمه كانت بتعكس حاله مجتمع ويمكن اللي بيكتب الحوار في اي فيلم كان بيبقى مبدع كبير جدا فممكن يختصر حاله ممكن تتكلم فيها 15 مثلا بجمله واحده بس على حسب المود بقى بتاعك انا من هواة الافلام العربيه القديمه ومن هواة قرايه تاريخ على حسب المود بقى عايز تتفرج للضحك فتستنى اي موقف كوميدي او تتفرج عشان تستنى جمله ممكن تاخدها في حياتك كده مش مساله مادة وبس عايز تبسط مواقف تستخدمها فيها. فانت لقيت يا لك من شنقيط لا يا لك من شنقيط يا لك من شنقيط ده كان قال عبد ابراهيم مع ايوه رياض العصبي لو تفتكر فيلم سنه الاسطول هو مش عارف يوصله انا عايز ايه والتاني مش فاهم كلامه خالص فانا بتكلم في حوار وانت بتكلم في حوار تاني خالص فانا انت عمال تديني شويه حاجات وانا عايز اقول لك الحقيقه ايه وانت مش بتستمعني بل بالعكس انت عايز تمنع اي حاجه مش فيها الحقيقه فخلاص يعني انا هضيع وقتي وانت هتضيع وقتك يا لك من يا لك من كابتن سيد يعني احنا طبعا مهتمين بالتجربه بتاعتك في الاستوديو الحقيقه انت عامل حاجه هايله بصراحه حاجه جميله ومختلفه مختلفه واخيرا يعني نقدر نقول ان في تناغم وفي ارتباط بين البرامج وبعضها وده الاصول كل البرامج لازم تبقى مرتبطه ببعضها عشان نحقق الهدف النهائي وهو الحفاظ على حقوق النادي الاهلي ويعني سعادة جماهيره سعادة جماهيره وسرد تاريخه بالشكل الصحيح واللائق حتى يكون يعني ولادنا يكملوا بعدين بس اكيد يعني طبعا اعتقد الحمد لله رب العالمين لو حتى في حاجه كويسه تتقدم فده بتفك المجموعه ككل وانت عارف كابتن عادل انت المبدا الجماعي او العمل الجماعي بنفتقده كتير جدا في مصر يعني الناس كلها بتروح للشيء الفردي يعني كان انت اللي كل حاجه لا طبعا انت معاك فريق عمل من اعداد من ناس مصورين او مربين او مخرجين موجودين معاك كل فريق العمل المنظومه ككل بتبقى عايزه تعمل حاجه تخرج للناس وانا معتقد بحاجه قناعتي الشخصيه الحاجات اللي هي ممكن تاثر عند الناس ويبقى ليها مردود كويس الحاجه اللي بتتعامل بحب بقلب يعني كتير جدا 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 يروح الشغل وبيجي بالشغل لكن هتلاقيه دايما دايما المميز اللي حابب يروح الشغل صحيح يعني بيبقى مهتم جدا اللي اشتغل بشغف صحيح نعم اللي اشتغل بشغف يعني حابب. مش كده يعني برضه من الافلام القديمه برضه اللي بتاخد منها رسائل كتير قوي ظهور الراجل اللي هو بيوصل لسن ال 60 او بعد ال 60 بشويه قد ايه هو متاثر بشغله لدرجه ان هو يوم ما بيطلع على المعاش بيبقى يوم بالنسبه له صعب جدا عليه وعلى اهل بيته دي كانت يعني رسائل بتتقال في وسط الافلام قد ايه لازم تكون حريص على شغلك وقد ايه تكون مبدع وقيم عمالين يقولوا لك قيم يقولوا لك الحقيقه طب كابتن سيد عندي حاجه يا كابتن عندي هقولها اخيره ممكن تبقى حاجه مهمه جدا انا ما يهمنيش انت بتشتغل ايه قد ايه ما يهمني انت مبدع في ايه يعني كتير جدا ممكن ياخد مؤهلات عليا بشكل كبير قوي تبقى اسم ولقب حلو شيء مهني لكنه مش مميز وواحد اقل في اللقب على المستوى الحياه يعني عامه لكن مميز في شغلته. اعتقد ان البلد عندنا محتاجه كده، لكن كل واحد يكون مميز في الحته دي. طيب كابتن سيد تابعت طبعا القرعه بتاعت افريقيا النهارده الاهلي مع حوريا كوناكري الغيني، رايك ايه؟ والله انا شايف ان احنا وقعنا مع يعني اقوى فرقه في البلد.
اقوى فرقه، اقوى فرقه من حيث الارقام. نعم اقوى فرقه فعلا، اقوى فرقه، اقوى من موافقه الصيف واقوى من اول اغسطس. اول اغسطس كانت اسهلهم، اول اغسطس على الطابع الهجومي كويسه، لكن عندها مشاكل كتير جدا في الحته الدفاعيه، وعندها مشاكل كتير اكتر على ملعبها كمان، لان بتلعب في مفتوح اشبه ب عارف فرقه اورلاندو كده، مع الفارق في القوه والصلابه والشراسه. لكن النادي المفتوح اشبه باللعب بتاع جنوب افريقيا، يعني بتروح تلعب في جنوب افريقيا فسهل ان انت تسجل عندهم. اول اغسطس عندهم ده، عندهم لعيبه ان انت ممكن تسجل عندهم في مرماهم، ودي بالنسبه لاي فرقه بتلاعبهم كويسه، لان هيبقى عندك افضليه ان انت تسجل في خارج ارضك. وفاز الصيف هو اكثر فرقه اتهزمت في دوري المجموعات الثلاثه، او في على مدار البطوله ككل في الثلاثه، اللي هو اول اغسطس او حورية الغيني. حورية الغيني لك ان تتخيل ان هي في العشر ماتشات كلها اللي هي بدات دور تجري عن باقي الفرق، يعني او عن الاهلي تحديدا، يعني غلبت في مباراه واحده بس. يعني حورية الغيني غلب من الوداد المغربي بس 1-0 بره ارضه. في العشر مباريات خارجيا وداخليا لعب خمسه على ارضه وخمسه بره ارضه. بدون المباراه بقيت لك مدلول ان الفرقه دي كويس. لكن في النهايه عندنا افضليه الحمد لله رب العالمين، برضه ان انت هتلعب المباراه كلها على بره ارضك، ودي حاجه كويسه. لكن اعتقد ان احنا وانا مع اكبر او اقصى فرق موجوده في الثلاثه. فيما يخص بعد كده المشوار، يعني اعتقد ان البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، نخلص من المرحله الاولى اللي هي دور على رايك واحده واحده بس نعدي ويحلها الحلال. بالظبط كده. شاكر يا كابتن سيد، اسعدتنا. طيب.